نعرف بروحي محمد بن الساسي بالصغير، ترشح للدور الثاني عن الدائرة الانتخابية بشلي، ضم الدائرة الانتخابية المساعيد البرغوثية بشلي، عن المجلس المحلي قبلي الجنوبية، تقني سامي في الهندسة الكهربائية، فلاح وعامل بالقطاع الفلاحي. تقديم برنامج الانتخابي، عرض مشاريع المتعلقة بميزانية الدولة على المستوى المجلس الإقليمي والجهات، عرض مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، إرساء تنمية اقتصادية وتربوية صحية اجتماعية رياضية وثقافية، الاستثمار في عقول الناشئة والشباب، المبادر عبر صندوق تمويل مخصص للغرض، تشجيع المواطنين والمواطنات على بعث شركات أهلية وشركات خاصة في المجال الفلاحي والصناعي والخدمات على المستوى الجهوي والولاية ككل، الاستثمار في السياحة والصناعات التقليدية، استغلال الطاقة البديلة وبعث مشاريع الطاقة الشمسية. سيتم معالجة جميع المشاريع العالقة والتسريع في إنجازها جهويا، ربط قبلي بشبكة الطرقات السيارة على مستوى الإقليم، استغلال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة من خلال بعث مشروع ضخم للطاقة الشمسية، رؤية لتشجيع مشاركة الشباب حيث أدعو الشباب إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة من خلال إبداء آرائهم والإنصات لهم، وسأسعى إلى توفير مشاريع هامة للشباب خاصة فيما يخص الرياضة والثقافة والتشغيل والتكوين. وطبعا المشاريع كلها رجع للشباب، ولهذا أدعوهم أنهم يشاركوا معناتها في الحياة السياسية والحياة العامة، هذا مهم، حاجة مهمة ياسر. العمل على تهيئة البنية التحتية والظروف والأسباب الاقتصادية والتنظيمية والسياسية، وذلك من خلال وضع برنامج متكامل مع باقي أعضاء المجلس المحلي بالمعتمدية ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة، العمل بكل صدق وأمانة وجدية لتحقيق جميع الأهداف. ولهذا أدعو جميع الناخبين بالدائرة الانتخابية بشلي بالتوجه يوم 4 فيفري الانتخابي انتخاب رقم 1 محمد بن الساسي بالصغير لتمثيلهم أحسن تمثيل.